حفاوة استقبال دكتور محمد بن مريم. كنقولوا لك صباح الخير، مختص في أمراض الجهاز الهضمي الكبد بسلا. مرحبا. الله يبارك فيك. كل شيء بخير؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. دكتور محمد بن مريم، اليوم غنتكلموا على مشكل المشاكل اللي كنسمعوا بها دائما، يعني عند الأقارب ديالنا، خوتنا، حبابنا، جيراننا، الحجر في المرارة. دكتور محمد بن مريم نتعرفوا عليه أكثر معكم مع تفاصيله، والمهم فيه هو أعراضه اللي تعطي إشارات أو اللي ممكن تعطي إشارات على أنه كاين فعلا حجر في المرارة. شنو هو هذا الحجر في المرارة دكتور محمد بن مريم؟ الحجر في المرارة هو يترسب صلبة كتكون في المرارة ديال الإنسان، وتكون إما اللون ديالها بحال الحجيرات، تكون إما اللون ديالها صفراء، هذا هو اللون اللي كنشوف في أغلبية الحالات، لأنها مكونة من الكوليسترول، أو في بعض الحالات كتكون سوداء اللون، مكونة من البيليروبين، لأنها هي واحد المادة اللي كتكون الكويرات الحمراء ديال الدم ديال الانسان. والحجم ديالها تكون اما صغيرة، كيكون حجرات صغيرة بحال الحبة ديال الرملة، ممكن كتكون كبيرة في سنتيم جوج حتى ثلاثة ولا أربعة سنتيم. بحال العادة يقدر الانسان يدير حجرة، يكون عنده حجرة واحدة في المرارة، كم يقدر يكون عندك ثلاثة أربعة حتى أربعة، كتجوز أكثر من عشرة حجرات في المرارة الانسان. نعم. اللي بغيت نقول واحد النقطة مهمة بالنسبة ليا. مرحبا. لان عنده واحد الجانب ديال بزاف ديال الناس كيسالوا عليه، كي هذا الحجر راه كثير. الدول الغربيه 20% ديال الناس عندهم هذا الحجر في المرارة، والنسبه ديالو كترتفع مع سن الانسان، بحيث ان من بعد 80 سنه راه 60% ديال الناس عندهم الحجر في المرارة. والنقطه اللي بغيت اكد عليها بزاف هي 80% ديال الناس اللي عندهم الحجر ما غيوقع لهم لا اعراض لا تضاعفات لا والو. اللي هذا الشيء بغيت نقول انه لا داعي للجراحه اذا كان الانسان واخا عنده في حجر في المرارة ما جاتوش اعراض وما دايرش ليه مشكل، ما كيحس بالم والو، غير ما واخا عنده يجلس للارض. ياه لحقاش كثيره، الا درناها بقينا خدينا هاد لاتيتود راه غنحسوا 20% ديال المغاربه. نعم. اولا ثانيا كنعرفوا ان الانسان اللي عنده حجر في المرارة عنده في 80% الحالات انه غادي يعيش بحياته كله ما يديرش الاعراض لا والو، كنفتحوا المراره غير الا كانت اعراض او تضاعف. نعم. هذه نقطه مهمه جدا، مشكور عليها دكتور. كنشوف الناس بزاف كيديروا ايكوغرافي لغرض اخر، داروها ولقاوها وبغى يفتح عليها، يقولوا لا ايه ما دايره لك مشكل، ما دايره لك الم، هذا الشيء جلس. طيب امتى فعلا كيوقع الالم، يعني ملي كتحس بداك الالم المفاجئ دكتور محمد بن مريم في الاعراض، شنو كيكون واقع لداخل هذا الحجر في المراره؟ فين كيكون؟ واش استقر في شي بلاصه؟ واش وحل في شي بلاصه دكتور؟ كيتبلوكا في العنق ديال المراره. نعم. لا اللي كيكون في القناه الصفراء ولا المراره كيتبلوكا بهذه الحجره، وكتنفخ المراره واحد شويه وكيعصدر عليها الم. هذا الالم حاد جدا، يعني يكون حاد جدا مفاجئ، تيكون في اما في الجزء العلوي ديال البطن او اليمين، وعنده واحد الخاصيه انه كيمشي اما بين اللوحات ديال الظهر الكتاف ولا في الكتف اليمين، وكيدور نص ساعه ساعه حتى لساعتين، وفي اغلبيه الحالات كيجي معها غثيان وثقل. نعم نعم. هنا يعني استدعاء او زياره طبيب مهمه جدا كذلك دكتور محمد بن مريم، الى اشتدت الاعراض كذلك كاين اشتداد الاعراض دكتور، يعني اذا اشتدت الاعراض مشى نشوف طبيب زياره. نعم دكتور. كاين انواع يعني في هذا الحجر في المراره، واش فيها انواع دكتور؟ كل نوع عنده اشارات معينه ولا اعراض معينه؟ كاين جوج الانواع كما قلت لك في البدايه. كاين النوع ديال الكوليسترول، صايب الكوليسترول هو النوع الكاتب كيتكسر في 80%، والاسباب ديالو متعدده نقدر نقولها لك. نعم تفضل. هو كيتشاف بزاف عند المراه اكثر من الراجل، المراه كيكون عندها الحجر اكثر من الراجل. علاش يا دكتور؟ لحقاش كاين عندها الحمل، عندها لي زغمون، وديك لا فيزيكولبيليا الحراره كتحركش بزاف، وكاع داك الكوليسترول اللي كان في صفر فيزيولوجي كان في المراره ديالنا
كيترسب في المراه. نعم كيتفرز. كاين السن. نعم. النسبه كترتفع مع السن، قبل اكثر من 40 سنه كيبدا يرتفع مقتتبا النساء. كاين الولاده متكرره، الناس الولايات اللي ولدوا بزاف. اربعه وخمسه وسته. لا كاين السمنه لان كترفيها الدهنيات في الجيش. نعم. كاين بعض المرات الناس اللي عندهم الدهنيات كثيره في الدم ديالهم كتكون لان الافرازات ديالهم كتكون كثيره في المراره. كاين واحد النوع هو الناس اللي كيديروا الريجيم كيبغيو يضعفوا بسرعه. نعم دوك الريجيمات العشوائيه المضره. كاين كاين يديروا حسب الضرر، الانسان اللي بغى يدير الريجيم يدير بشويه، يضعف على بعض الاشهر ولا على سنه ما كاينش حتى شي مشكل. شكون اللي مزربوا دكتور محمد؟ كاين بعض الحالات نعم كنلقاو تاريخ عائلي، كنلقى ما الوراثه كتدخل الوراثه، كاين عندها واحد الطغور. نعم نعم كيف الحجر بالنسبه للحجر هذاك اللي تحل ديال البيليغلوبين كيتشاف في بعض الحالات قل من هذه الحالات اللي قلت دابا اما في حالات لانه كيكون لان البيليغلوبين كتكون الكويرات الحمراء الدم، كيكون بعض الامراض ديال فقر الدم كتسمعوا لي زاني ايموليتيك، هذوك الكويرات كتهرس بكثره كثيره. نعم. وهذيك البيليغلوبين كتكبر كتكثر في المراره وكيتكون هاد الحشرات. اولا تيكون هناك خنق في القنوات اللي كدي الافرازات ديال المراره للامعاء، ولا بعض المرات تيكون مرض مزمن في الكبده بحال التليف او تشمع الكبد. وبعض المرات كاين حالات وراثيه قليله كتكون واحد الميتاسيون كتسمى ان تي اف او الاهميه. واش ممكن بعض الادويه كذلك ممكن تشكل يعني عامل غير مباشر في ظهور؟ كاين 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 بعض الادويه اللي كتهبط الكوليسترول، وكاين حتى لا بيلول. لا بيلول كيف كيقولوا؟ ايه لا بيلول يعني الحمل ديال الحمل، نعم عقاقير الحمل منع الحمل. طيب دكتور يعني كنسمعوا بان حتى التغذيه عندها واحد العلاقه يعني كبيره مع ظهور هذا حصى المراره. اكيد اكيد الناس اللي كياكلوا الدهنيات بزاف. نعم. ياكلوا الدهنيات بزاف عندهم كيديروا الحاجه اكثر من الناس اللي ما تياكلوش. نعم 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 بحال كدرت بحال البارح كثرت الدهنيات وما تياكلوش الياف بزاف كثرت الدهون. نعم عندها مضاعفات دكتور محمد بن مريم الحجر في المراره؟ مضاعفات هي كاينه، ولكن ماشي انت هذا الشيء ما كيدعيش على نفس المراره اذا ما كانش في الاعراض. كاين مضاعفات كتوقع امتى؟ في 10% ديال الناس كتوقع اما كيوقع التهاب في المراره. ايه الانسان ديك الساعه كيجيتو كتجي الحراره كيزاد الالم بزاف. نعم. كيولي غير كتكسر البطن ديالو كيجي الحريق بزاف. نعم كيجي الحريق بزاف. هذه حاله لا بدا يمشي الانسان يشوف فيها الطبيب. نعم كيف بعض المرات هذيك الحجر كيدوز في هذيك القناه اللي كدير المرار ما بين المراره والامعاء كيوقع انسداد في هذه القناه، في هذه الحاله هي كيجي الحراره وكيولي فرار ديال لون الانسان كيجي النكتاح كيولي صفر كيولي عيني صفر. نعم. كيولي البولة ديالو صفراء. نعم. حتى هذه خصو يمشي يشوف فيها الطبيب. نعم. بعض الحالات كنشوفها قليلة ثاني. هي التهاب في البكرية الناتج على هاد الحجرة كدوز في هذيك القناة. اي وكتسدها. اي وكتسدها وكيعطيوها التهاب حاد في البنكرية. نعم. وفي حالات وكاين واحد النقطة نادرة جدا تيقولوا بياك سي با تخي بروفي. تقولوا ان الحجر الى طاح في المراره يقدر يعطي سرطان في المراره. ربما يعني سرطان في المراره تيولي قليل. نعم. اصله قليل ف نعم دكتور بن مريم اكيد كاينه وقايه اللي يعني تكون قويه باش الواحد يعني ما يطيحش في هذه المشاكل ديال الحجر في المراره دكتور محمد بن مريم. الوقايه كيقدر نجتنبوها ماشي غادي ما نديروش نجتنبوا الاسباب والعوامل الخطر. نعم تفضل. غنجتنبو هي الواحد هذه هي انسان يحافظ على الوزن ديالو. نعم. مادام السمنه ولا كثره الوزن ديالو مادام النسبه ديال الحجر في المراره كترتفع. نعم. الناس اللي كيديروا الريجيم يديروه بطريقه غير شوي عقلانيه كما كنقولوا. عقلانيه ما غاديش يدوز من 180 كيلو ل 60 كيلو. نعم شهرين. صعيب. نعم.
هذه هما زوج النقاط اللي زعما نقدروا نلعبوا فيهم يلعب فيهم الانسان بوحده. نعم. تماما دكتور محمد بن مريم، كل شيء ديال الله، ولكن كيقول لك سبب عبدي وانا نعينك دكتور محمد بن مريم. الا كان ديال الله مرحبا به، ولكن الانسان يدير شويه ديال المجهود بصحته وفي نمط الغذاء ديالو ونمط الحياه ديالو. دكتور محمد بن مريم، نمط الحياه كيلعب دور كبير 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 بزاف ديال الامراض، ماشي غير فتح اغلبيه ديال الامراض ديال وكيبقى الجسم او صحه الجسم يعني محور او ركيزه، وكتبقى حتى الحاله النفسيه دكتور بن مريم كتلعب واحد الدور كبير حتى هي يعني في ظهور بعض الامراض. عندكم بزاف ديال الامراض يعني متعلقه بالجانب النفسي بالتوتر وبالقلق دكتور. كاين بزاف ديال الامراض. نعم دكتور. كاين بحال دابا القولون العصبي كنشوفوا الى خدينا لي كونسلتاسيون اللي كنشوفوا راه 60 70% ديال الناس كتلقاهم معصبين غير مع راسهم ومقلقين ومتوترين. نعم هذا مرض الاشرف. ايوا نتمنوا ان شاء الله كل شيء تخفف دكتور محمد بن مريم ان شاء الله، ولا طلينا من زاويه ايجابيه ومن واحد الشريجم اللي هو كما كنقولوا فيه نور وفيه اشراقه، اكيد كل شيء كيخفف وكل المشاكل كتولي غير شي حاجه دايزه واخا راها عايشه معنا ولكن كنتعايشوا معها بايجابيه. شكرا لك وشكرا على التواصل المباشر معك دكتور محمد بن مريم مختص في امراض الجهاز الهضمي والكبد، بسالة غدا باذن الله اللقاء يتجدد بك. Spider-Man.